عملوا مجموعه من الحاجات وقال لك هنعمل ضرائب عقاريه وهنقعد نحاسب المخالفين. خليني اقول لك ان لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب وافقت يوم 15 اللي فات ده من يومين يعني على مشروع قانون مقدم من الحكومه بشان مد فتره ايقاف العمل باحكام القانون رقم 13 لسنه 1939 الخاص بضريبه الاطيان لمده سنه ثانيه تبدا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مده الوقف الحاليه المنصوص عليها. هذا الكلام عمل مجموعة من المشكلات وخلى كثير من النواب يتكلموا في هذا الأمر لأنهم في تضارب في الكلام والناس مش فاهمة إيه الموضوع بالظبط. النائب فتحي قنديل مثلا قال إن الفلاح هو اللي بيقف لمصلحة البلد وهو اللي بيقف دائما مع البلد ويجب إلغاء الضريبة على الأطيان. اسمعوا سيادة النائب فتحي قنديل، شكرا يا سيادة الرئيس. في الحقيقة يا سيادة الرئيس أنا عايز أسأل السيد رئيس الضرائب العقارية، الأطيان الزراعية في مصر كلها بتاخد 100 كام منها في السنة ضرائب عقارية، هل انا مش عارف هو يعرفها ولا ما يعرفهاش، ولكن هل دول كلهم سعادتك الاطيان اللي في الاراضي الزراعيه في مصر كلها سعاده الرئيس بتجيب له قد شارع ولا شارعين من الضرائب العقاريه في مصر في عباس العقاد ولا مدينه نصر؟ يعني الفلاح ناقص حاجه سعاده الرئيس ثاني؟ اذا كان حتى كل حاجه سعادتك تكلفه الانتاج ضايعه وما معهوش ولا اي حاجه وهو الفلاح اللي بيشيل البلد دي، يعني لما جت ازمه القمح سعادتك ما حدش فوق البلد تمام ووقف مع البلد غير الفلاح، بيتباع عرضب القمح بره في السوق السوداء ب 2000 جنيه وهو بيسلمه مشكور للحكومه وللمطاحن ولوزاره التموين ب 850 جنيه. برضه القصب السكر، الكيل السكر بيتباع ب 14 جنيه والفلاح المصري برضه بيسلمه ب 850 جنيه ب 820 جنيه طن القصب. انا مش عارف عايزين ايه ثاني من الفلاح يا سياده الرئيس، كل يوم يجيبوا له ضرائب وكل يوم يجيبوا له الضرائب التنقيط اللي المفروض يقبى منها للفلاح جايبينه له بلاش خالص. لا مؤاخذه يا سياده الرئيس، جايبينه له سعادتك على الفلاح برضه. انا بطالب انه الضريبه دي تتشال نهائيا، مش كل سنتين ثلاثة يفتكروا لنا ضريبة يطول المدة ويقصر المدة. شكرا يا سعادة الرئيس. شكرا. الراجل بيتكلم على الفلاحين وبيقول يا جماعة لازم نلغي هذه الضرايب على الأطيان. مش ده بس، نائب كمان محمد هاشم اتكلم وقال ليه بيتم إيقاف الضرايب لمدة سنة أو سنتين، وقال إيه المشكلة لما تلغيها نهائيا عشان الفلاح يقدر يكسب من إنه يورد القمح والمحاصيل للدولة ما يضطرش انه يبيعها في السوق السوداء. هيدفع تطوير ري وهو اضافه وليس تطوير. بيدفع صرف مغطى وهو صرف منعدم. وهيدفع ضرائب عقاريه وهو المنتج الوحيد في مصر. احنا بنحمل الفلاح ما لا يطيق وبنحمل مصر معاه ما لا تطيق. هناك قاعده اقتصاديه بتقول ان انا لما ادعم ابني او المنتج بتاعي بنص خير من ان ادعم الخارج بواحد صحيح. على سبيل المثال لو انا بستخدم بقيمه 4000 وباخده من الفلاح ب 5300، انا هنا بقول لا ده انا بجيبه من بره ارخص ما بجيبه من الفلاح. انا هنا هعمل كل ما اوكرانيا هتضرب في فلان ولا واحد يضرب جرم واحد في سنغافوره تتاثر بينا. لو انا اساسا بدعم وباخد القمح من الفلاح المصري ب 1000 يبقى انا شغلته لان ابني في البيت. لو انا اساسا ما شغلتوش هياخد مصروف ونص، يبقى لما ياخد واحد ويشتغل يبقى احنا اولى بيه. اما نقول ضرائب عقاريه بتحطه على الرقصات وبتوع الكافيهات والجماعه اللي بياخدوا 30 مليون افلام ودعايات وكلام من ده، انما الفلاح هناخد منه ايه؟ اذا كنا احنا في مصر 110 مليون ف 80 مليون بيسكنوا المدن، 80 مليون عاطل و20 مليون فلاحين بالاسم زي حالنا كده ما بينتجوش ولا بيشتغلوا. يبقى 10 مليون او 15 مليون عاوزين تعملوا فيهم ايه؟ لو احنا جبنا لهم كل واحد عصفور يطلع لنا طين من البحر المتوسط مش مكفينا، واحد عصفور يطلع لنا طين من البحر المتوسط مش مكفينا. بناء عليه. احنا كنا الاول يا ريس بنعتبر اللي عنده 20 فدان و30 فدان بنعتبرهم الفئه الوسطى. النهارده اللي عنده 100 فدان بيشحت يا ريس بيشحت. اللي عنده 100 فدان بيشحت يا ريس يا ريس. ده كلام الناس القريبين من الفلاحين. خليني بقى اسمعك كلام تاني. هشام الحصري رئيس لجنه الزراعه والري بمجلس النواب اتكلم عن تفاصيل موافقه البرلمان مبدئيا على هذا المشروع، مشروع وقف العمل بضريبه الاطيان
وانه تم الغائه لمده سنه، وان الدوله بتدعم الفلاح من اجل التوسع في المحاصيل الاستراتيجيه وتقليل الفجوه في الانتاج والاستهلاك، وقال ان سنه 2017 تم اعفاء اصحاب الاراضي من الضريبه ومدها حتى الان، وقال كمان ان قيمه ضريبه الاطيان بتبلغ 14% من القيمه الايجاريه. الأقسام الزراعية ده كان بينص على إن بتحصل قيمة مقدارها 14% ضريبة على الأقسام الزراعية من القيمة الإيجارية للفدان الواحد، يعني بيحصل 14% من القيمة الإيجارية. جينا في 2017 في شهر يوليو صدر القانون بإعفاء المزارع من الضرائب العقارية، القانون رقم 147 لسنة 2020، ومد تم مده مرة أخرى لمدة سنتين هتنتهي في شهر يوليو القادم. ده هيعفي المزارعين من قيمة الضرائب العقارية اللي هي بتمثل 14% من قيمة القيمة الإيجارية للفدان. وده أقل دعم نقدر نقدمه للمزارع في ظل الظروف اللي موجودة عشان يقدر يتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ونقدر نسد جزء كبير من الفجوة اللي موجودة في هذه المحاصيل إن شاء الله. وده لفترة هنا يا فندم، يعني هو طبعا اتمد طلع القانون بتاع الإعفاء ده في 17 لمدة 3 سنوات وتم مده في 20 سنتين، والنهارده تم مده لمده سنه كمان ان شاء الله. واذا فضلت الظروف طيبه هنمده ثاني، يعني لان طبعا الدوله بتدعم المزارع باقصى الاقسام الزراعيه. ده كان بينص على ان بتحصل قيمه مقدارها 14% ضريبه على الاقسام الزراعيه من القيمه الايجاريه للفدان الواحد، يعني بيحصل 14% من القيمه الايجاريه. جينا في 2017 في شهر يوليو صدر القانون بإعفاء المزارع من الضرائب العقارية، القانون رقم 147 لسنة 2020، ومد تم مده مرة أخرى لمدة سنتين هتنتهي في شهر يوليو القادم. تعرف طبعا القصة بتاعت الضرائب العقارية والضرائب على الأطيان وهذا الكلام بيبقى فيه كلام كتير خاص بالمتخصصين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الضريبة العقارية في الحيازة الزراعية. الكلام ده قاله مين بقى؟ أنور فرج مدير عام المكتب الفني للضرائب العقارية، اتكلم في هذا الموضوع وفصل بيه شوية وقال مجموعة من التفاصيل عن هذه الضريبة وكيف يتم التعامل معها. اسمعوا كده أنور فرج. هي ضريبة بتفرض على الأراضي الزراعية نفسها أو القابلة للزراعة. نعم. وهي ضريبة بتطبقها مصلحة الضرائب العقارية في جميع المحافظات. ضريبة سنوية بتفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية السنوية للفدان، وبيعاد تقديرها كل 10 سنوات. وهي الحقيقة إن هي ضريبة، يعني نقدر نقول إن كان فيها تخفيف كبير جدا، إن إحنا بناخد بالأسعار في التقدير للفدان مش بالأسعار الزراعية، التخفيف العبء الضريبي عن كاهل القائمين في المجال الزراعي، وطبعا كمان برضو وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، بحيث طبعا في الفترة ديت ما بيتم السداد للضريبة على الأطيان. يعني المشروع الحالي يعتبر ده ثالث مدة للوقف العمل بقانون الأطيان الزراعية، فكان احنا وقفنا العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة 5 سنين سابقة. كانت البداية لمدة 3 سنوات وفقا للقانون 143 لسنة 2017، بدأت من 1/8/17 وانتهت 31/7/2020، وجينا مدينا تاني بالقانون 147 لسنة 2020 مدة سنتين أخريتين من 1/8/2020 حتى 31/7/2022. وطبعا نظرا لانتهاء الفترة في مع نهاية شهر 7 الحالي من السنة الحالية، احنا طبعا عرضنا على مجلس الوزراء ومجلس النواب علشان نمد سنة أخرى إن شاء الله. المفترض إن هي تبدأ من 1/8/2022، والمدة الزراعية هي ضريبة بتفرض على الأراضي الزراعية نفسها أو القابلة للزراعة. وهي ضريبة بتطبقها مصلحة الضرائب العقارية في جميع المحافظات. ضريبة سنوية بتفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية السنوية للفدان، وبيعاد تقديرها كل 10 سنوات. وهي الحقيقة إن هي ضريبة، يعني نقدر نقول ان كان فيها تخفيف كبير جدا، ان احنا بناخد بالاسعار في التقدير للفدان مش بالاسعار الزراعيه، التخفيف العبء الضريبي. كلام كتير بين الفلاحين وبين المسؤولين بيقولوا هذا الكلام، كلام كتير في موضوع الضرائب العقاريه والضرائب على الاطيان، وكلام كتير في العقارات المنهاره. والحقيقه انا عندي سؤال سالته في الاول وسالته تاني وهساله تالت، هو مين السبب؟ العقار اللي وقع ده مين سببه؟ هل العشوائيات اللي ماليه الدنيا وبتضرب كل محافظات مصر، ولا الحكومه اللي ما بتاخدش اي اجراء،
ولا السبب هو المواطن المهمل زي ما بتقول دائما